بنعمله دلوقتي سمك المكرونه. سمك المكرونه بقى من الاسماك المنتشره جدا في البيوت، واعتقد ان كتير من حضراتكم بيحب جدا نوع السمك ده، ومعظم الناس بتقليها. انا النهارده برضو هقليها، كل بس المختلف النهارده نعمل لها تتبيله كده بسيطه ولطيفه جدا، هنشوفها سوا ونقليها ونشوف هيطلع شكلها عامل ازاي. طيب ايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي؟ اجيب بس طبق واسع كده يساعدني في ان انا اتبل المكرونه دي. هقول لكم مقاديرها. يسرا هو انت نزلتي مقادير شاورما اللحمه ولا لسه؟ بتاعت الاستاذه ايناس. طيب هقول لكم دلوقتي مقادير سمك المكرونه المقلي. مقادير كالتالي: سمك مكرونه، انا قدامي كيلو دلوقتي، عصير ليمون، ثوم مفروم، كمون، كزبره خضراء، دقيق، وزيت للقلي. طيب انا ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا محتاج افرم ورق الكزبره ده. تعالوا بس نجيب له سكينه كده لطيفه. وهجيب حاجة أخلط فيها التوابل. يلا هحط دلوقتي، هاجي هنا هحط الكمون، ملح، فلفل أسود. يبقى كده حطيت كمون وملح وفلفل أسود، هخلطهم كده مع بعض الأول، وبعدين هاجي هنا هنزل الثوم. وبعدين هجيب، غيرت رأيي، انا مش هفرم الورق الكزبرة، هقطعه بإيدي كده. التقطيع اللي بإيدي اسمها شيفونيد. وبعدين هفرك الخلطة دي مع بعضها كده، هفرك ورق الكزبرة مع الملح والفلفل والثوم والكمون. الفرك ده بيعمل ايه؟ بيطلع ريحة ورق الكزبرة، بيخلي ورق الكزبرة ريحته تبان. جميل جدا. ممكن اعمل ايه بقى؟ اخد كده رشة صغيرة من الزيت احطها على التتبيلة دي، مش هكتر، هي بس بتنزل كمية صغيرة فعشان كده أنا مستمر، بس هي بتنزل، ده مش كمية كبيرة من الزيت ولا حاجة، ده على قد معلقتين كبار من الزيت مثلا. طيب وبعدين خلاص هكمل فرك كده، وأجيب بقى السمك واحدة واحدة، أحط شوية كده جواها ونستنى. مش بكتره، مش معنى إنه إحنا عايزين نتبل كويس يبقى مثلا نسيب السمك في التتبيل مثلا من بالليل للصبح، لا خالص. السمك من اللحوم البسيطة جدا اللي الطعم بيأثر فيها بسرعة جدا، فمش محتاجين ان احنا نسيبها وقت طويل في التتبيل. تلت ساعة، 20 دقيقة، هو وقت كافي جدا لتتبيل السمك. انا الزيت هنا عندي خلاص سخن، كل اللي انا هعمله دلوقتي هو انه انا هجيب طبق تاني يكون مناسب للدقيق. هنا هحط الدقيق. حاجة مهمة جدا بقى، لو انتوا بتعملوا بانيه او بتقلوا حاجة بالدقيق، بنصحكم ان انتوا زي ما انتوا تبلتوا المكون نفسه، تبلتوا السمك مثلا على سبيل المثال في حالتنا، تبلوا كمان الدقيق. ولو بتعملوا دقيق وبقسماط، تبلوا الدقيق وتبلوا البقسماط، ده هيفرق جدا في الطعم النهائي. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي هو انه انا هاجي هنا هقلب الدقيق مع الملح والفلفل اللي انا حطيته، بس مش عايز اعمل حاجه تانية اكتر من كده. هعمل ايه بقى؟ هنتقل للناحيه دي واجيب السمك والدقيق ده هنا. بس كل اللي انا هعمله بقى ان انا همسك كل سمكيه كده من ديلها وانزلها هنا في الدقيق، وبعد ما اخلصها من الدقيق هروح مهويها كده وانزلها هنا في الزيت في كل سمكيه من السمكات دول. دقيق، تهويه، وبعدين زيت، وهكذا. هحط طبعا على قد الطبق، يعني مش لازم احط السمك كله في نفس الطبق. فهعمل ايه؟ هاجي هنا، ممكن اجيب طبق تاني، وانقل دول فيه كده، واخد المكرونات الجميله دي. طبعا هي سخنه جدا، تخلوا بالكم انتوا شغالين، بصوا واخدين شكل الطاسه اللي كانوا فيها.
احمد هيجيبها لكم دلوقتي، اول ما احطها على السفره احمد هيجيبها لكم. انا هضيف بس الطبق، احطه على السفره. شايفين السمكه واضح ان هي مقرمشه قوي ازاي؟